السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع جنجل اللي نقف على الأشغال نتاع ربط ميناء جنجل بطريق سياش الغرب واللي راهي تعرف وتيرة جيدة وفيه بعض العقبات يعني تقنية يعني لا تؤثر كثيرا على مستقبل الأشغال هذه. نترككم تتابعون ما صرح به والي ولاية جيجل في موضوع والسلام عليكم. أكد على الشيء اللي قالوا السيد الوزير الأول خواويت هذه ولات أكثر من بديهية خاصة بالنسبة للمشروع نتاعنا. مادام كل الأمور الإدارية المالية رفعت حتى تقنيا ما عندنا حتى إشكال تقني كاشي. حتى الإشكال التقني اللي كيزون سولفي ريسامون هذه في لا سيمين اللي جيت فيها ايزون سولفي لو ابروفي بار لو بي سي اس pour des raisons d'optimisation, le BCS a dit qu'il faut changer de conception. Si c'est nécessaire pour avancer les projets, on va adopter le plan déjà approuvé. Si c'est nécessaire. À étudier. Mais pour laisser les choses, on va nous laisser les gens qui nous disent que nous avons fait la promotion. Non, je ne sais pas. Si c'est nécessaire, on a un plan approuvé. On va travailler avec, mais à condition. Il faut livrer. Dans les plannings ou bien avant les plannings parce qu'on va vous régler un grand problème. هذا انا نحكي على 13 كيلومتر 13 كيلومتر فقط. انا ما عنديش 13، انا عندي مشروع استراتيجي اللي فيه 45 كيلومتر. لازم ثاني يعطيونا البلانينغ التدخلات نتاعهم التقنيه ابتداء من 13 حتى 22، ثم من 22 حتى الاشغال نتاع الشركه التركيه نتاع النفقين، ثم ما بعدها لليوم مازال فيها ما فيها حتى شيء. هذه ثاني لازم، لانه هذا مشروع ماهوش ولائي، مشروع وطني. هذا مشروع اكثر من وطني. ما لا، هذا البلانينغ هذا سير احنا حاطين الثقل والمجهود والضغط على 13 كيلومتر، لكن هذا ما ينفيش اننا ننطلقوا في بقيه الاجزاء اللي مازال ما بداش فيها الاشغال لحد الان، بما فيها الفيا لو غران فيادوك. يا اما عن طريق الماتير دوفاج ديليغي اي بروبوز للجهات المختصه الشيء اللي لازم يكون عن طريق لابيل دوفاج انترناسيونال. وهذا الشيء سكي اي تي دي في الزياره تاع العام اللي قام بها السيد اليوم. رانا في المشروع الاستراتيجي من طريق السيار جنجن العلمة، كما سبق واتفقنا انه يكون هناك زيارات دوريه للمشروع مقارنه باخر زياره. نظن باللي فيه كاين تفاهم اكبر من طرف الشركتين او ثلاث شركات الموكله على الاشغال في اطار المجمع. تحسن نوعا ما خاصه في بدايه المشروع على ان يتواصل هذا المجهود من الطرفين، من مؤسسة لادا فيما يخص تسديد المستحقات، ومن طرف المجمع بطرفه ثلاثة في التعجيل في الأشغال. وهذا التعجيل ما يكون إلا بشيئين، الأول هو رفع من عدد العمال اللي موجودين في الورشات، النقطة الثانية هو العمل تدريجيا للوصول إلى العمل في ثلاث فرق خلال 24 ساعة وفويت. اتفقنا معهم على اساس بدايه الاسبوع هذا نبداو في دوفويت فرقتين في اليوم، كل فرقه فيها 10 سوايع، على ان نمشي بالتدرج للوصول الى ثلاث فرق في 24 ساعه. ان شاء الله بهذا المجهود الاضافي راح نقللوا اولا من مده تاع الانجاز، على الاقل يكون عندنا استقبال فوري لبعض الاجزاء. نبداو 13 كيلومتر ثم ب 7 كيلومتر باش نقلقوا 20 كيلومتر، على ان تتواصل او تنطلق الاشغال في الارضيات اللي هي تلي النفقين ما بعد النفقين الى غايه حدود الولايه مع ولايه سطيف.